السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولادي أحبائي الكرام، كل عام وأنتم بخير. رمضان كريم، وأدعو الله عز وجل أن يعيد عليكم هذه الأيام باليمن والخير والبركات، وأدعو الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا العزيزة بكل خير. ويا رب كده إن شاء الله بإذن الله تكون هذه الأيام المباركة فاتحة خير، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل يعني بفائدة طيب إن هذا العام إن شاء الله يكون أحسن الأعوام، وربنا يكرمكم جميعا إن شاء الله بأحسن الدرجات. حبيت أهنيكم بقدوم شهر رمضان، كل سنة وأنتم طيبين جميعا. تحياتي حبيبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.